عطيرة لكم مشاهدينا عبر شاشتكم أوجاريت وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خدمات لنسلط الضوء على واقع جديد من يخص محافظة اللاذقية ويعنيكم كمواطنين كم اليوم سيكون الحديث عن منشأة دواجن اللاذقية وباسمكم نرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ باسم حسن مدير عام منشأة دواجن اللاذقية أهلا وسهلا بك أستاذ باسم أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بقناة اوغاريت اللي كانت بشكل دائم عم تواكب مشاكل المواطن السوري خاصة بالازمة الراهنة اهلا ومرحبا مرحباً بك. مرحباً. استاذ باسم حبزة يعني لو بداية تضعنا في صورة عامة عن واقع منشأة الدواجن اللاذقية. طبعا منشأة دواجن اللاذقية هي احدى منشآت المؤسسة العامة للدواجن وهي مؤسسة انتاجية ذات طابع اقتصادي. آه، تمويل ذاتي تمويل المنشاه ذاتي الخطط الخطة الاستثماريه ذاتيه من ايرادات المنشاه المنشاه تقع المنشاه جنوب محافظه اللاذقيه بحوالي 10 كيلومتر آه، تضم المنشاه موقعين للانتاج آه، الموقع الاول في منطقه آه، فيديون آه، يضم قسمين للإنتاج، قسم لإنتاج الفروج اللحم، وقسم لإنتاج بيض المائدة السرحي. م. قسم بيض المائدة السرحي ينتج سنوياً حوالي 15 مليون بيضة. قسم إنتاج الفروج ينتج حوالي 300 ألف فروج سنوياً. الموقع الثاني شمال مدينة اللاذقية بحوالي 15 كيلومتر في منطقة القسم يتخصص بانتاج بيض المائده التربيه الاليه ضمن اقفاص ينتج القسم سنويا حوالي 33 مليون بيضه طبعا انتاج منتجات المنشاه بشكل عام تسوق ضمن المنطقه الساحليه تسد حاجه المؤسسات القطاع العام تدخل الايجابي بالاسواق المحليه طرح الماده بشكل مباشر عن طريق صالات خاصه للمنشاه صالات بيع خاصه للمنشاه باسعار مدروسه ضمن السعر التمويني او ادنى بقليل بقل. يعني عمليا استاذ باسم كم تغطي المنشاه من حيث الانتاج حاجه محافظه اللاذقيه بشكل تقريبي؟ حوالي نص 50% من احتياجات المحافظه. ممكن تغطية أن طبعاً, المنشف. يعني تتباين الحالة وفقا للإنتاجية يعني ما هي العوامل التي قد تؤثر على الإنتاجية سلبا أو إيجابا طبعا لا. خلال السنوات الأخيرة قطاع الدواجن بالقطر العربي السوري كبقية القطاعات الإنتاجية في القطر تأثرت, تأثرت, بالأزمة بالتأكيد. القائمة على البلد قطاع الدواجن يتمركز عادة خطوط الانتاج في ارياف المدن م. وفي ارياف المدن الساخنه كما نسميها في ارياف حمص ارياف ريف درعا ريف حلب ريف دمشق م. تعرضت من المنشات العامه والخاصه لعمليات تخريب كبيره صحيح يعني حتى فينا نقول انه فوق ال 60% من خطوط الانتاج تعرضت للتخريب عن الخدمه خرجت عن الخدمه كيف اثر هذا الامر يعني على واقع الانتاجيه في السوق؟ م. كان السبب في ارتفاع الاسعار ربما واحيانا هل... نلاحظ تفاوت يعني شو السبب انه احيانا الاسعار بتطلع وبتنزل بشكل يعني غير مدروس او غير مجروس. واضح؟ هلا نحن بالاساس خلال السنوات الماضيه قفز قطاع الدواجن قفزات كبيره نحو الامام تطورين يعني. حتى انه اصبح هناك فائض في الانتاج فائض عن الاستهلاك المحلي ادى لفتح اسواق خارجيه قمنا بعمليات تصدير على مدى سنوات عديده يعني حاليا بالازمه شو البلدان التي كان يصدر اليها؟ ما هي البلدان؟ بالدول الخليج القطر العراقي بشكل اساسي هذا ممكن دول الاتحاد السوفيتي يعني كانت الانتاجية تغطي حاجة السوق حاجة المحلية, المحلية وتفيد طبعا وصار في فائض وصار في تصدير على مدى سنوات طويلة. طويلة حاليا بسبب خروج مثل ما قلنا عدد كبير من خطوط الانتاجية من المنشآت الدواجن في القطر انخفض الانتاج انخفض الانتاج إلى دون 30% طبعا 30% فينا نقول انه ممكن تغطي الاسواق المحليه تغطي الاسواق المحليه بس صار في تذبذب بالاسواق بسبب عده عوامل منها اول شيء صعوبه النقل بين المحافظات وخطوره النقل ارتفاع تكاليف النقل هاي اثنين الاحوال الجويه الاحوال الجويه اللي حاليا طبعا الدواجن انتاجها بيعتمد بشكل اساسي على التيار الكهربائي الحرارة طبعا تحكم بدرجات الحرارة تحكم بالظروف الجوية المساعدة في أمور التربية طبعا. فهون التيار الكهربائي أثر كثير بشكل سلبي موجات الحر صارت بالفترة الأخيرة موجات الحر أدت لنفوق أعداد كبيرة من الطيور ما بس بسوريا بالدول المجاورة الطيور النفقت هي راح انتاجها الدول المجاورة كمان صار فيها نفس الشيء فارتفعت الأسعار بالدول المجاورة آه بالتالي صار تسرب بالتهريب فينا نسميه م. من سوريا إلى الدول الجوار إلى دول الجوار طبعا هلا بلبنان كان طبق البيض خلال هالفترة هاي أكثر من 800 ليرة كان ينباع عندنا بسوريا كان ب 450 500 ليره فطلع على لبنان فارتفع الاسعار عنه تماما يعني شيء بيتعلق بالظروف الجويه بتوفر آه الاستخدامات مستلزمات الانتاج موسميه بالنسبة لواقع الحال الصحي عندكم بالمداجن يعني نحن نعلم أن الرقابة السورية الصحية تحديدا فيها صرامة شديدة على جميع القطاعات وخاصة القطاعات المتعلقة بالغذاء والدواجن يعني من القطاعات الرئيسية التي ترفض السوق المحلية بهامش مش غذائها. ولا يستطيع المواطن السوري أن يستغني عنها كونها يعني سعرها مقبول بالنسبة لأنواع اللحوم الأخرى وتقدم قيمة غذائية عالية بالنسبة للوضع الصحي الصرامة الصحية الشروط التي تخضعون إليها كرقابة صحية وأهم الكوادر الموجودة عندكم لتطبيق هذه الرقابة الصحية طبعا ضمن المؤسسة العامة للدواجن هناك خطوط إنتاجية متكاملة هناك كادر طبي بإشراف أطباء بيطريين ومخبريين كافة المنتجات تخضع للرقابة الكاملة من قبل هذه اللجان أيضا القطعان وربات رقابة صحية دائمة تدخل سريع من حيث اللقاحات أو الأدوية الوقائية أو مواد التعقيم يعني يعني هلأ إذا بتفضلوا بتشوفوا أي منشأة عنا الدخول والخروج منها بيدلك على أنك داخلي على مركز صحي يعني في رقابة, رقابه شديده من هنا من هون المنتج السوري ومنتج المؤسسه العامه للدواجن اخذ سمعه ممتازه في دول الجوار <applause> يعني صار مرغوب بدول الجوار اكثر من اي منتج أجنبي. آخر. اجنبي طبعا ومن حيث الجوده يعني من حيث جوده هذا الانتاج وافضليه الشروط يعني التي يتم الانتاج فيها يعني نوع البيض <applause> حجم البيض من المؤسسة العامة للدواجن، كانت من المؤسسات السباقة عالمياً باستخدام الخلطات العلفية النباتية. استبعاد أي منتج حيواني في عمليات تغذية الدواجن. الحكي من حوالي 20 سنة. فالمنتج نظيف تماماً، يخضع لرقابة كما تكلمنا رقابة صحية كاملة وصارمة.

يعني عمليا يحقق الشروط المطلوبه صحيا ولو لم يكن كذلك ما كان مرغوب من الاسواق الخارجيه مثل ما حضرتك تفضل مشاهدينا ارقام تليفونات بنذكركم فيها للي حابين يتواصلوا معنا على 429 200 اكيد بنتمنى نسمع اصواتكم استاذ بالنسبه للصعوبات التي واجهها هذا القطاع حضرتك حكيت عن واقع الازمه ولكن هو كقطاع بشكل عام ان كان يعني بالسنوات الخمس الاخيره او بشكل عام بالنسبه للافاق التي تضعونها للتطوير ويصعب لظروف معينة يعني حبذا لو تضعنا في الصورة هلا من المؤسسة العامة للدواجن قامت خلال هذه الأزمة بالتدخل الإيجابي بشكل كبير بالنسبة لقطاع الدواجن ما للمستهلك م. لقطاع الدواجن يعني ساعدت كثير ساهمت كثير في النهوض بالمنشآت الخاصة كان هناك عملية تطوير في منشأة طرطوس منشأة دواجن طرطوس <applause> آه، تحديث خطوط الانتاج بمنشأة طرطوس أصبحت آلية فأدى عنا أدى منها عنها إلى زيادة الانتاج من 18 مليون بيضة إلى 50 مليون بيضة سنويا هي العام في يعني منشأة طرطوس لوحدها إيه طبعا هي في منشأة العام الجاري إيه. منشأة دواجن حمص تم تطوير المفاقس مفاقس الصيصان الحضانات تم تطويرها في منشأة دواجن صيدنايا تم الاستيعاب تم التعويض على الحضانات اللي خسرناها بسبب الارهاب الموجود على البلد في مرج السلطان استيراد حضانات جديده في صيدنايا ودخولها بالانتاج بشكل مباشر الاستمرار في استيراد بيض التفريخ للأمايات طبعاً <applause> الاستمرار في استيراد بيض التفريخ بما يلائم الأسواق المحلية <متصفيق> هذا كان تدخل كثير طبعا ايجابي آه يعني, يعني وايضا المواطن مثلا او المزارع او المعني بتربيه الثروة الحيوانيه آه يستطيع الحصول على هذه الانواع من من منشاه مباشره طبعا سيصان, سيصان التربيه ان كانت آه للبياض او للفروج متوفره في المؤسسه العامه للدواجن وباسعار آه مدروسه مدروسه آه وبنوعيه جيده يتم استيراد هذه السيصان من من الخارج ام هي انتاج محلي؟ او الامهات يتم ربما استيراد بيض التفريخ من الخارج وتفريخه ضمن حضانات المؤسسه والتربيه في المؤسسه العامه للدواجن بشكل عام وعن طريقه بيتم انتاج الصيصان يتم انت انتاج ل... السلاله ولكن دائما يتم استيراد صيصان التفريخ من الخارج طبعا ام أنت اللو... تعتمدون على سلالات يتم انتاجها محليا لا لهلا لا لا ما في شيء حتى في حتى في... حتى الله م... في مشاريع للدراسات م. بالموضوع هذا طبعا هذا شيء اكاديمي بيختص في المفروض وزاره التعليم العالي اكيد يعني طبعا نحن عنا بنستورد السلاله البيض من م. دول من المصدر الاساسي تبعها بيتم تفريخه عنا وعن طريقه بيتم انتاج الصيصان بتنطرح للمربين بشكل مباشر وهن بيربوا للمستهلك. استاذ باسم معنا تقرير عن الموضوع بنتابع نحن وحضرتك مشاهدينا التقرير القادم لنكون حتى نكون في صوره اوضح عن واقع الحال، نتابع معنا. معالجة الصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن، وإيجاد آليات مناسبة لرفع الإنتاج وبالتالي تصدير الفائض، كانت هذه محاور ورشة عمل النهوض بالثروة الحيوانية بما يساهم في دعم الإنتاج الوطني وتنمية صادراته، والتي أقامتها هيئة تنمية وترويج الصادرات بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري في اللاذقية وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ووزاره الزراعه والاصلاح الزراعي. سنخرج بتوصيات علميه وعمليه تساعد على اعاده النهوض بهذه الثروه الحيوانيه الهامه والتي تساهم بشكل كبير في تامين احتياجات السوق المحليه من المنتجات الحيوانيه ومن البروتين ومن تامين فائض للتصدير لتامين القطع ودعم خزينه الدوله ببعض الموارد، كل هذه التوصيات سيتم متابعتها للتنفيذ وتنفيذ المقترحات التي سيتم الاتفاق عليها من خلال الباحثين والمختصين للوصول الى مصفوفه تنفيذيه تحدد مهام ومسؤوليه كل جهه وكل وزاره من الوزارات لنخرج بالنتيجة بعمل تكاملي نسعى فيه جميعا إلى تحسين وتطوير الثروة الحيوانية بالرغم من ظروف الحرب وانحسار مساحات واسعة من مناطق الآمنة ومنها قطاع وكان ضمن هالمساحات قطاع الدواجن ما زالت الحكومة مصرة على توفير الغذاء لجميع المواطنين يدعم صمود جيشنا لذلك قامت وزارة الزراعة مشكورة بالتنسيق مع محافظة اللازقية وباقي المحافظات بتسهيل الاجراءات بالنسبة للإخوة المواطنين بالترخيص والمساعدة بجميع متطلبات وحاجات المربين من تأمين الأعلاف إلى مناطق الترخيص إلى أي شيء وتأمين مراكز توزيع لهذه المنتجات سواء اللحوم أو البيض حتى وصلنا في محافظة اللازقية إلى توفير البيض والفروج حتى للمحافظات الأخرى ومستمرين بالتنسيق مع السيد وزير الزراعة لتسهيل كل وتزليل كل الصعوبات وتقديم كل التسهيلات إلى الأخوة المربي ورشة عمل وطنية ومبادرة رائدة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي غايتها الأساس وتصليب وتمكين الواقع السوري الدولة السورية المواطن السوري من الاكتفاء الذاتي وهذه المبادرة لها أيادي بيضاء كثيرة ولها مخرجاتها الوطنية الرائعة التي لمسناها من خلال الحضور ومن خلال الأطروحات التي تمت والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية الثروة الحيوانية ثروة وطنية هامة ولها دورها ومساهمتها في الناتج القومي وتنميتها هي من أولويات الجهات المعنية في الحكومة طبعاً مع حضرتك استاذ باسم ورشة العمل يعني حبذا لو نتحدث اكثر عن التفاصيل، اهم التوصيات التي خرجتم بها، واقع وامكانيه تطبيق هذه التوصيات يعني على ارض الواقع فعليا حتى تكون الانتاجيه افضل، حتى تكون الاسعار ايضا افضل. انعقد الشهر الماضي ب 26 27 الشهر الماضي ورشه عمل للسعي بالنهوض بالثروه الحيوانيه نحو انتاج افضل. طبعا الورشة برعاية هيئة دعم وتنمية الصادرات هيئة دعم وتنمية الصادرات شارك بالورشة السيد وزير الزراعة السيد وزير الاقتصاد نقابة الأطباء البيطريين اتحاد غرف الزراعة بالاضافه للفعاليات الزراعيه بمحافظه بال... بمحافظه اللاذقيه طبعا كانت الورشه على مدار يومين اليوم الاول بما يخص بقطاع الدواجن اليوم الثاني بالابقار بما يخص الدواجن طبعا تم طرح الصعوبات والمعوقات الذي يعاني من الذي يعاني منها القطاع القطاع حاليا يعني بال بالوضع الراهن الوضع الراهن طبعا واللي تحدثنا عنه بالنسبه ل طبعا تم ذكر اغلبها خروج الكثير من المداجن عن خطوط الانتاج بسبب يعني بسبب التواجد بالارياف والمناطق في المناطق الساخنه واستهدافها من قبل طبعا الاعمال يعني. التخريبيه للارهابيين وايضا صعوبه النقل يعني الازمه بسبب الحصار الاقتصادي مثل ما بنعرف قطاع الدواجن اغلب استخدام 90% من استخدامات في قطاع الدواجن هي عباره عن مواد مستورده تماما يلي اهمها المواد العلفيه آه تجهيزات الدواجن ادوات كهربائيه حتى صيصان امهات او صيصان جدود كلها مواد مستورده بسبب الحصار الاقتصادي آه ارتفعت الاسعار تبعها صار في صعوبه للاستيراد صار بدك تستوردي آه عدة مراحل تجيبيهم يعني من من دولة لدولة حتى توصل لعنا لهون فأدى إلى ارتفاع التكاليف بالتأكيد طبعا أدى بسبب وانعكس الواقع على الواقع الاقتصادي بالنسبة للمواطن سعر الصرف, الصرف هو هو ادى لارتفاع الأسعار بشكل كامل ارتفعت الأسعار بسبب زيادة التكاليف طبعا زيادة التكاليف فينا نقول مثلا كان طن العلف من أربع سنوات بكلف حوالي 12 13 ألف ليرة الطن هلا صار بكلف 120 ألف ليرة يعني ارتفاع, يعني ارتفاع كبير ارتفاع يعني حتى ارتفاع سعر المنتج ما ما مشي مع ارتفاع الاستخدامات يعني الاستخدامات زادت 10 اضعاف المنتج زاد ست مرات او سبع مرات المنتج طبعا طرحت كثير امور فكان سيد وزير الزراعه حاضر واجاب على التساؤلات شو اهم يعني. هذه الطروحات استاذ بسام يعني. يعني طبعا هلا انطرحت في توصيات انطرحت لاحق بس في امور دخلت فيها وزاره الزراعه خلال عام 2014 بما يخص بقطاع الدواجن. مثل؟ آه مثلا السعي لرفع الضميمه في شيء اسمه ضميمه عن مواد العلفيه المستورده م. هذا بيؤدي الى خفض تكاليف الاعلاف. نحكي آه شوي عن الضميمه يعني ما المقصود فيها ضميمة هي وزارة الاقتصاد حاطه مبلغ معين على كل طن آه مثلا ماده دراسه صفراء ممكن تستورديها ممكن بده يندفع على كل طن ألف ليره زياده م. هي لوزاره الاقتصاد ممكن نرفعها هاي بالحاله من من تكاليف استيرادها آه الشغله الثانيه اعفاء مربي قطاع الدواجن من ضريبه الدخل لمده خمس سنوات كمان هاي بتخفف جداً من يعني جداً. ضريبة الدخل طبعاً. كمان بتلعب دور إنه بالكلفة هاي بتزيد, طبعاً. بتزيد الكلفة آه سنتحدث اكثر بالتفصيل بس معنا ابراهيم مشان ما نطر على التليفون هلا ابراهيم تفضل اهلا اهلا مرحبا اهلا وسهلا تحياتي لك هيك اهلا وسهلا فيك تفضل انا بقول والفروج غالي غالي كثير ما مع, مع الرواتب مع رواتبنا عم نحكي البيضه ب 30 ليره البيضه هلا عم نحكي يا ابراهيم مع الاستاذ باسم انه بسبب واقع الاسعار يعني شو الاشكاليات حضرتك كنت متابع معنا يمكن كل اي والله شكرا لاتصالك انا بتمنى انه انه تكون الرواتب يعني مساوية مع الأسعار أسعار ارتفاع كل المواد مو بس البيض والفروج ولا يعني. أكيد يعني هاي الأمنية تنسحب على جميع المواطنين وإن شاء الله يصبح واقع الحال أفضل في الأيام القادمة. هلا. شكرا لاتصالك. أهلا. ابراهيم أه يعني عم يحكي بنفس الفكره اللي كنا عم نحكيها استاذ ارتفاع الاسعار هذا هم المواطن يعني بالايام هي هذا بس طبعا اسعار منتجاتنا منتجات الدواجن مترافقه مع تماما. الارتفاع الـ الاخير الذي حدث يعني يمكن بالاسبوع الماضي او العشر الأخير ايام الاخيره كان ارتفاع يعني ارتفاع عالي نسبيا الظروف الجويه السائده من الحر الشديد. التي الحر أدت, إلى ادت الى نفوق اعداد نفوق كبير كبيره هذا كان السبب طبعا فقل العرض بالاسواق المحليه ارتفع سعرها ولكن عمليا استاذ باسم نحن اليوم لا نصدر الى اي دوله يعني لانه لا نستطيع حتى تغطيه حاجه السوق المحليه هل هناك تصدير الى دول اخرى طبعا في هناك تصدير في تصدير في عقود تصدير تنفذت ما زالت قائمه وما زالت وتحاربنا فيها يعني تحاربنا فيها نحن بعد ما منتجاتنا وصلت للاسواق اللي عم نصدر لها نزلت منتجات ثانيه من دول ثانيه باسعار فيك تقولي مجانيه تماما لحتى الرفض يعني إيه. بهدف كسر السوق السوريه طبعاً. في تلك الاسواق الهدف إيه صار صار في واضح حرب كان. بالموضوع هذا مم. كمان تماما يعني. ولكن استاذ باسم يعني يتساءل دائما المواطن السوري طالما الحاجه من الانتاج لا تغطي الواقع المحلي لماذا يتم التصدير؟ يعني لماذا لا يكون هناك استبعاد لفكره التصدير؟ فكرة حتى يكون المواطن السوري قادر على الحصول على المنتج بسعر مقبول. فكره التصدير هلا هون في التوصيات اللي طلعت في اللجنه الورشه العمل ورشه يعني العمل انه وضع سياسات تسويقيه واضحه. يعني مهم جدا هذه النقطه ايه يجب ف... مراعاتها. طبعا فهون التصدير ممكن الدوله تتدخل وقت بتكون بخف الطلب، وقت الاسعار للمحافظه على التوازن م. مشان ما يخسر المنتج, المنتج. المنتج. فاذا خسر ببطل يربي، فبالحاله بتطلع الاسعار ثاني مره، م. فهون بتعمل ممكن تعمل تبرم عقود تصدير بتخفف العرض الموجود بالسوق بتوازن الاسواق، م. ليش؟ لانه السوق يعني ممكن يبيع باقل من الكلفه تبعتهم وهي مرينا فيها بالاشهر الماضيه بالنسبه لبيض المائده خلال ستة اشهر من عام 2015 كان بيض المائده يباع بكلفه اقل من اقل كلفة الانتاج. من كلفه انتاجه. وبالتالي أقل تسبب بخساره كبيره للمنتج خساره وكثير مربين بطلوا يعني خرجوا من العمليه الانتاجيه من العمليه الانتاجيه وهي بحد ذاتها مشكله، فادي هلا تفضل مرحبا سهلأ. اهلا وسهلا تفضل فادي سي. يا هلا أه... أه... مرحبا استاذ باسم استاذ باسم معك تفضل باسم الو تفضل فادي نحن معك تفضل سامعينك أه بدي أه اسال استاذ باسم عن منافذ البيع بالنسبه لمنشاه دواجن اللازقية وشو هي اسعار الاسعار بالنسبه للفروج والبيض بكافه اصنافه يعني الفروج الحي والمذبوح يمكن تكرم عينك فادي شكرا. شكرا, شكرا شكرا لاتصالك شكرا اكيد سعيدين سماع صوتك اهلا وسهلا نحن آه. منشاه دواجن اللاذقيه هي منشاه انتاجيه يعني المهمة الأساسية إنتاج المادة آه بعيدين عن العملية التسويقية تماما. بس بتوجيهات من الإدارة العامة والقيادة تم افتتاح منافذ تسويق خاصة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها بيع مباشر للمواطن بيع منافذ خاصة للبيع المباشر الدواجن اللادية آه في آه عندنا ثلاث منافذ للبيع اثنين آه ضمن المدينة آه منفذ على بالمنشأة ضمن المدينة آه شو مواقع ضمن المدينة مواقع آه في اللي منفذ بيع آه عبد الرحمن صالة عبد الرحمن الغافقي م. في آه منطقة أوغارنت المنفذ الآخر المنفذ الثاني صالة السابع من نيسان مشروع, مشروع, السابع, السابع. السابع من نيسان طبعا أسعار المنتجات اللي عم نطرحها بالصالة نحن حاليا حاليا اسعار البيض غاليه يعني فأنا ومع ذلك نحن ادنى من السعر التمويني، السعر التمويني سعر الطبق درجه اولى 725 ليره، عندنا عم من باب 700 ليره. الفروج 435 ليره هلا هل نحن ما ما عندنا افواج لاحقه يعني بهالايام هاي ما موجود فروج بالصاله موجود بيض مائده ولكن عاده يوجد يعني يتم تسويقه عبر هذه المنافذ عاده يعني تقريبا فرق السعر بينه وبين السوق بالتقريب 10% 10%, 10 الهامش يعني بي. بين السوق واحد بين السوق شيء وبين سعر التموين شيء ثاني بين السعر التمويني نحن <applause> أدنى من السعر التمويني أكيد. بحدود نحن ممكن احنا نتكلم بين خمسة عن السوق الذي يلتزم بالسعر التمويني أطبعًا. وليس السوق يعني السوق السوق بدون ضوابط ممكن أكيد. السوق يوصل ل 900 ليره نحن ملتزمين بسعر أكيد. التمويني او ما دون السعر التمويني أكيد. والمنتجات تبعنا المنتجه عندنا متوفره بشكل دائم بالصالات بالصالات المسقوفه على مدى السنوات الأربعة الماضيه ما انقطعت المنفذين اللي حكينا عنهم صالة عبد الرحمن الغافقي وصالة السابع من نيسان والمنفذ الثالث في آه قسم انتاج بيض المائده بجرينقيم بي من من الخط الانتاج مباشره مباشره للاستان. الى البيع استاذ باسم يعني بالعوده الى ورشه العمل كم من الضروري ومن المهم التنسيق بين الوزارات في الدوله المعنيه بانتاجيه قطاع معين يعني نتحدث اليوم عن قطاع الدواجن كم من المهم ان يكون هناك دعم حقيقي من وزاره الزراعه ووزاره الاقتصاد وتنسيق وتشبيك فعلي بين هذه الوزارات لتزليل الصعوبات وللوصول الى واقع حال افضل يعني وللانطلاق فعليا نحو افاق مستقبليه لتطوير الوضع طبعا هي من التوصيات اللي خرجت من الورشه آه السعي الى تامين آه مستلزمات واستخدامات قطاع الدواجن هذا عن طريق التعاون بين وزاره الزراعه ووزاره الاقتصاد وزاره النفط ووزاره وزاره الاقتصاد وزاره النفط عمليا وزارة, وزاره الكهرباء المعنية وزاره الكهرباء اهم شيء فهل ثلاث وزارات هدول أكيد الاقتصاد اكيد الاقتصاد بدون صعب وضعه اكيد يعني يمكن يال... حتى شروط مو يمكن يعني هو بالتاكيد شروط التفقيس حتى معنيه ايضا بشروط حراره معينه بوضع رطوبه معينه بتهويه معينه وما يعني ما في مجال ما في مجال الكهرباء استمرار 24 ساعه أكيد. طبعا نحن عم نعاني منه وكل المنشات عم تعاني منه نحن كمنشاه دواجن الذي كل يوم هلا حاليا عم تنقطع الكهرباء عنا بين 16 و18 ساعه يعني عم نشغل مجموعات التوليد الخاصه م. بالمنشاه 17 18 ساعه فكل يوم عم نصرف حق مازوت بس 450 الف ليره م. حق مازوت فقط يعني انتاج البيضه الواحده يكلف خمس ليرات سوريه بس م. لتوليد الكهرباء فقط بس لتوليد الكهرباء و13 ليره آلاف صاروا لحالهم 18 ليره غير بقى الاجور الرواتب الاستثمارات صحيح غير التكاليف الاخرى يعني عمليا يتم يعني انزال المنتج الى السوق مثل ما حضرتك تفضلت بدايه تاني. يعني بدون حتى الحصول على الحد الادنى من الانتاجيه والتكلفه ما في حتى ما فيها حتى مش, ما فيها مش, ربح, مش ربح, بالمرة. ربح ابدا ما فيها مش ربح بالمره يا دوب انه الكلفه بس للحفاظ على استمراريه خطوط الانتاج عندنا بالمؤسسه عم. فمثل ما قلت التعاون بين الوزارات وزاره الاقتصاد السماح بالاستيراد يعني تسهيل تسهيل, عمليات, تسهيل الاستيراد عمليات الاستيراد طبعا هلا وزاره الزراعه عن يعني. وزاره يعني الزراعه من الامور اللي عملتها بال2014 انه سمحت باستيراد بشكل مباشر للمزارعين م. للاستيراد من دول الجوار المواد العلفيه الرئيسيه عن طريق الكشف الحسي يعني الفيزيائي يعني ما بحاجه لا مخابر ولا يعني موافقات أمنية عن لجنة بتكشف حسيا عن مادة موجودة مثلا درس صفراء بلبنان بيكشفوا عليها حسيا مضبوطة بداخلها فورا بشكل مباشر تماما طبعا هي كثير الامور آه كيف تتم هذه الاليه استاذ باسم يعني يقوم المزارع او المربي بتقديم طلب انه انا ساقوم باستيراد هذه المواد او كيف يعني شو طبعا طبعا ما هي الجهه التي يقدم اليها الطلب وزاره الزراعه وزارة الزراعة ويتم الموافقة زيارة. ويتم إرسال اللجنة للكشف على هذه المنتجات تكشف المنتجة. حسيا على, على المادة العلفية على الإرسالية عن طريق الكشف الحسي بتدخل على البلد المادة <applause> بالنسبة للصعوبات التي تم مناقشتها أيضا في الورشة أستاذ باسم هل تم وضع خطط لتذليل هذه الصعوبات تم وضع هيكلية آلية لتطبيقها على أرض الواقع أم كانت هناك مناقشة عامة يعني بالخطوط العريضة هل في خطط مستقبلية لتذليل الصعوبات مثل ما حكيت أول شيء مثل ما حكينا وضع سياسات واضحة للتسويق هي بتنظم السوق بتحافظ يعني بت تنظيم السوق و والحفاظ على تواجد المنتج بشكل بشكل اساسي ودائم وعدم عدم, عدم انقطاع المنتج في الاسواق يعني طبعا هون بيصير في تدخل بالاستيراد والتصدير و بتتدخل كمان تنظيم المهنه في بند اسمه تنظيم مهنه الدواجن كمان هي السعي فيها على اساس تصير طبعا عم نطالب فيها يعني من زمان سيتم اعتماد تربيه الدواجن كمهنه؟ هي في شيء اسمه تنظيم مهنه تربيه الدواجن تنظيم مم. مهنه تربيه الدواجن عندي قطاع الدواجن عند خطوط انتاجيه كثيره مم. مثلا في انتاج لاميات البياض انتاج لأمايات الفروج انتاج لفروج اللحم انتاج لبيض المائده ممكن يكون في انتاج للجدود طبعا مم. هذا اسمه ما موجود ما موجود, موجود عندنا بالبلد ايه فهون وقت اللي بتنعطى تراخيص من جهات المختصة تابعة لوزارة الزراعة بتنعطى ترخيص للسيد أحمد من هون أنه لإنتاج لإنشاء مجني لإنتاج بيض المعدة السيد أحمد خطر عباله يربي فروج فيها فهون بتضيع الدولة يعني في إحصائيات معينة <applause> لازم نعرف يجب ان يتم ضبط هذه المعايير التي يتم لازم نعرف اليوم معنا. انتاج سوريه 10 بيضات تماما بكره 9 بيضات هيك لازم نعرف لازم يكون انتاج سوريه مثلا بتاريخ كذا كميه معينه من الفروج صيصان منتجه كذا هون تنظيم المهني المهنه وبالتالي السيطره دولة. على السوق المحليه ومعرفه حاجاتها وتغطيه هذه الحاجات أكيد. والتحكم ايضا بالاسعار طبعا يعني عم يصير نوع من الضياع وبعدين بصير ما بقى بنعطى ترخيص الا على الحاجه تماما يعني خلص فلان بده يربي فروج لا نحن هون بهالمنطقه ما في حاجه ما في والمنطقه مغطاه من حيث تاني. طرح المنتج في الاسواق اكيد هون التنظيم المهني بيجي هالموضوع وسيطبق هذا الامر قريبا استاذ باسم هون صرنا زمان عم نسعفين ان شاء الله هالمره جادين بتصور بهالموضوع هذا طبعا كمان في مساعده اعطاء القروض للمربين هلا السعي لاعطاء القروض للمربين بدون فوائد وعمليا هذه القروض لم تتوقف بدون هي ما توقف. لم تتوقف ما توقفت 2014 أعطت قروض وانعفوا من الضرائب كمان السنه السعي في اعطاء قروض ميسره وبدون فوائد أه كمان التعويض للمنشآت اللي تم تخريبها عن طريق لجنة الإعمار لإعادة تفعيلها و... تفعيلها وإنتاجها الدخول في العملية الإنتاجية من جديد بحاجة إلى وقت ربما يعني ليس بقصير هذه المنشآت لحتى يتم إعادة تفعيلها هو قطاع الدواجن بشكل عام ما بحاجة يعني الزمن ما بيلعب دور م. الزمن بسيط كثير خلال شهرين ممكن نشوف في قفز قفزة ممكن خلال ستة شهور مثلا بيض المائدة بس الأمور تكون مستقرة الاستخدامات تكون متيسرة والأمور تمام. الأمنية متيسرة عبارة عن ست شهور للسنه للعام واحد بترجع الامور ان شاء الله مثل ما كانت ان شاء الله وهناك ثقه مثل ما حضرتك تفضلت يعني بالمنتج ان كان محليا او حتى خارجيا وجوده يعني يتم اعتماد معايير الجوده هي فعلا تضاهي المعايير المنتج العالمية, المنتج العالميه له مصداقيه في الاسواق المنتج السوري بالسنوات الاخيره اخذ سمعه مم. ممتازه بالدول المجاوره صحيح. آه هل هناك يعني توجه لطرح مثلا استخدام مثل ما حضرتك تفضلت ابحاث جديده بالنسبه لوزاره التعليم العالي او لتحسين هذا المنتج او الاعتماد على سلالات من انتاجنا بالنسبه للجدود؟ في دراسات بوزاره الزراعه بالكليات الزراعه طبعا في وزاره التعليم العالي نحن كمؤسسه العمل الدواجن في تعاون مستمر مع المؤسسات العلميه <applause> عندنا بلادية في تعاون مع جامعه تشرين من بيطلعوا لنا جولات على طول بياخدوا من عنا عينات بياخدوا من عنا فرخات للتربيه ممكن يعملوا تهجين استنباط اصناف جديده ما هون هن لحالهم واستمراريتهم اكيد ولكن تتعمم إنا... علينا ونحن من ممكن صحيح المفزق. ولكن خط التواصل والتعاون مفتوح للوصول مفتوح الى واقع بشكل كامل يعني ما في دفعه الطلاب بتصور بجامعه تشرين الا قامت بزياره لمنشاتهم اللي عنا وشافوا الشغل على الواقع. على ارض الواقع على ارض الواقع مجد اهلا وسهلا تفضل يعطيك العافيه هلا مجد يا هلا, هلا انا اول شيء بتشكركم على موضوع الحلقه لانه كثير الناس عم تعاني من موضوع ارتفاع اسعار الفروج والبيض شكرا لك مجد في شغله مهمه كثير نحن يعني نلاحظ انه دائما في فرق بانتاج يعني انتاج المؤسسه وانتاج المنشاه عم بيكون مميز انتاج التاجر برا يعني نحن نطمح انه دائما يكون هالشي موجود وخصوصي انه انتاج يعني الفروج عم بيكون كثير يعني في جوده بالمنتج اكثر من من المنتج الخارجي شكرا استاذ باسم كثير على الجهود المبذوله ومنقدر كل التعب الموجود رغم الظروف اللي عم بتحيط فينا وخصوصي بالبلد بس السؤال اللي, اللي انه اللي حابب اطرحه تفضل انه ايش عم بيكون كثير في قله بتربيه الفروج وما عم يتواجد بصالات بصالات البيع بصالات البيع المنافس التابعه أيوة لمؤسسات الدوله سلامة. شكرا كثير مجد شكرا لمداخلتك أه. سعيدين بسمع صوتك اكيد ما فهمت السؤال آه، مجد عم يحكي استاذ انه يعني دائما في هناك نقص بوجود ماده الفروج مادة الفروض تحديدا الفروض. واحيانا البيت في منافذ مؤسسات الدوله آه. شو السبب؟ ماده الفروج تحديدا عنا آه في خمس دورات تربيه كل دوره تربيه بنهايتها بتتم عمليه الدبح والتوضيب عنا بال الدبح والتوضيح ضمن المنشأة والتعبئة والصعق والتجميد م. والتخزين طبعا المنتجات تبعنا أثناء الدبح أثناء فترة الدبح القطعان اللي بتكون مربات عنا مثلا عدد القطيع بيكون ثلاثين ألف أو أربعين ألف بهالفترة هاي بدنا أسبوع أو عشرة أيام ونكون عم ندبح فيها بينزل بينزل المنتج للصالات تبعنا بشكل طازج أما باقي القطيع فيتم تخزينه ويسلم الى مؤسسات القطاع العام طبعا تسليمه لمؤسسات القطاع العام يعني للعاملين بمؤسسات القطاع العام بالتالي كمان تخفيض الضغط عن الاسواق المحليه طبعاً. آه يعني ها فينا يعني نقول توفر الفروج بيرتبط بفتره ال فتره التسويق للقطعان تماما وهي فتره ضروريه يعني طبعا يعني هي عباره عن خمس دورات او ست دورات بالسنه بالواقع الطبيعي يعني الحالي لدوره حياه الفروج وتربيته طبعا يعني كل 40 مرحلة 45 الى المرحله النهائيه، نعم. طرح مجد ايضا فكره كثير مهمه، طبعا بنشكر تسمينه لجهودكم وتعودنا نحن من السوريين انه دائما يعني نعم. يتحملوا الازمات اكيد آه بس طرح ايضا فكره كثير مهمه وهي انه فرق الجوده بين المنتج المقدم من منشاتكم والمنتج اللي عم يكون خارجي، يعني شو السبب عم يكون بهالفرق بالجوده كل هالقد؟ مع انه مثل ما حضرتك تفضلت يعني عم يتم استخدام الامهات من عندكم، يعني نفس المصدر يا ترى الاعلاف هي السبب نوعيه التربيه عدم وجود رقابه اهم شيء بانتاج الدواجن المواد العلفيه المستخدمه تماما هي يعني هي التي تشكل نقطه الفرق طبعا المواد العلفيه المستخدمه في المؤسسه العامه للدواجن هي مواد نباتيه بشكل كامل يحظر ادخال اي ماده حيوانيه للتغذيه بينما القطاع الخاص بتم. ممكن ممكن يستخدم مواد حيوانية يعني, تصعب ان تكون الرقابه عليه 100% يعني, يعني, على يعني ما ممنوع مثل لانه ما, ما في حظر على استخدامه يعني ممكن استخدامها ليش تعطي مردود اكثر صحيح مردودة اكثر وبالتالي في ارباح اكثر للمربين م. ممكن يكون عم يستخدمها هاي ماده الهرمون طبعا قطعا ما موجوده لا بالقطاع العام ولا بالخاص ولا, بسوريا موجوده كل يوم يعني ما يعني يعني م... حدا يعني ما نسبت التبليغ عن اي استخدام لهذه الماده ما موجوده بالمره طبعا والقطاع الخاص بهم الربح يعني المنتج اللي عنده كيف ما كان مواصفاته بهم ينزل الكلفه ويبيع باغلى الاسعار خلاصه استاذ باسم يعني الجهه المعنيه بالرقابه على القطاع الخاص ما هي الجهه المعنيه بالرقابه على القطاع الخاص من حيث جوده المنتج في حمايه يعني المستهلك حمايه المستهلك هي تتم مراقبه انا اقصد بالنسبه لمراحل التربيه يعني بالنسبه للرقابه على الاعلاف الرقابه على استخدام الشروط الصحيه يعني هل هناك هيئة معنية بهذه الموضوع خاص المتابعة؟ قطاع خاص اسمه قطاع خاص. <applause> طبعًا في رقابة عليه من جهات تموينية ممكن. بالنسبة للأسعار جهات التموينية لا ولكن بالنسبة. على الجودة. على الجودة. المواد هلأ يعني مثل ما حكينا استيراد المواد كلها بتجي عن طريق وزارة الزراعة. تمامًا. التموين بيدخل فيها الاقتصاد كله بيدخل. فيها يعني يعني لا يتم التلاعب بهذا الأمر إلا إذا كان بشكل خارجي أو موارب يعني من قبل المنتج نفسه. هون ممكن انه تكون هاي الحالات غير مضبوطه في صعوبه يعني في صعوبه في صعوبه بضبط هيدي الحالات لهيك يعني يبقى الافضل انه تكون جميع المنتجات التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين هي تحت الرقابه الداخليه أكيد. للدوله لانه بنرجع بناكد من انه في صرامه شديده من من الرقابه الدوائيه يعني تدرجا رك... الى جميع انواع الرقابه الصحيه الموجوده عندنا رقابه عنها. الدوله هي عم بتكون على المنتج النهائي اللي موجود بالاسواق وهي موجوده الدوريات التموين موجوده على طول وبتصور في تعاون كامل مع المواطن اللي يعني انا بلوم مواطن انه من النادر لا اشوف مواطن اشتكى على بائع فروج صحيح. او بائع شاورما بشكل عام بايع. يعني هاي يعني المعاناه كل واحد بزت على الثاني خلي, غيري خلي غيري. صحيح طب هو يعني. يشتكي ويشوف في تجاوب ولا ما في تجاوب صحيح. يعني انا بعرف زملائنا بالتموين مستعدين فيه لاي شيء يعني ما يعني حتى عم بيقوموا باجراءاتهم لحالهم بدون ما يعتمدوا على الشكاوي صحيح بينزلوا دورياتهم بالسوق وعم بيسكروا ب... محلات وعم بيعاقبوا محلات وعم <applause> ولكن مثل ما حضرتك تفضلت يعني لا يمكن ان يكون هناك لكل مواطن رقيب، أكيد. يعني يجب ان يكون كل مواطن رقيب على أخلاقي نفسه. أخلاقيه. طبعا، وان يكون لديه حس بالمسؤوليه يعني تجاه الوطن وتجاه الرادع الاخلاقي، ويجب رادع. ان نتعلم ثقافه طرح المشكله، يعني انا عندما اشتكي مثلا على سوبر ماركت جار ليس المقصود الاذيه، ولكن اذا كان هو اصلا مخالف لواقع الحال اخلاقيا قبل ان يكون طبعا ناحية لانه المنتج هو اللي عم يبيعه ممكن بتأكيد. ياكله اخوه تمام. او ابنه. او يعني أكيد يجب يعني... ان نتحمل هذه المسؤوليه الاخلاقيه هي اهم شيء بالله. وبالنسبه للاسعار بنرجع بناكد لمشاهدينا اللي عم يتابعونا على شاشه أوغريت انه مثل ما الاسعار فكت... نحن... استاذ باسم هناك كثير يعني مواضيع تلعب فيها دور الارتفاع الاخير كان بسبب موجة الحر موجة الحر هلا نحن الاسعار بالمؤسسه العامه للدواجن ممكن ننزلها ونحن مع تنزيلها مثلا طبق البيض هلا ب 700 ليره يعني انا في... فيني اعملها ب 500 ليره بس جربنا وعملناها فصار ضغط كثير على المنشآت على صالات البيع تبعنا صاروا التجار نفسهم يسحبوا البيض من عندنا ويرجعوا يبيعوه من السوق يعني فرق يعني. عم يكون يعني فرق منيح 350 لير <applause> ليره بين ال 700 و 950 ليره احيانا يعني. صار فرق كثير هلا مرت فتره كنا نبيع ونحنا لطبق البيض 120 ليره هاي بدايه الازمه 120 ليره كان ينباع برا ب 500 ليره 500 ليره فشو صاروا يعملوا العالم؟ اي تاجر اي دكان يبعث لعنا على الصالات، طمع. نحن طبعا حددت ما بصير ينباع الا او طبقين للمواطن الشخص الواحد يعني فصار يبعث خمس ست اشخاص ياخذوا يعني عشرة. اشكاليه اخلاقيه حقيقيه طبعا هنا. ولكن يبقى السؤال استاذ باسم يعني لماذا المواطن يقبل ان يشتري الماده بهذا السعر الظالم وهي متوفره في منافسكم باسعار يعني اقل بكثير، يعني هذا السؤال كمان دائما اللي... اللي بيطرح نفسه يعني يعني عندما ايضا يقاطع المواطن البيع بهذه الاسعار الجائره سيجبر التاجر على العوده الى جاده الصواب والبيع باسعار حقيقيه هون مواطن استسهال ربما ورا رياحته بتصور ورا رياحته انه ما بده يضرب مشوار لمحل بعيد يشتري هالماده هاي ونحن صالاتنا مثل ما بتعرفي موقعين بس يعني ما صار في تعاون بيننا وبين مؤسسه الخزن والتسويق. والتسويق. طبعا من العام الماضي لهلا ما ما سحبوا شيء نحنا نحن جاهزين لطلباتهم ما مع انه كان دائما الصح. هناك طرح انه تحديدا ماده الفروج يجب ان تكون متواجده يعني بالدرجه الاولى مادة في صالات الفروج الخزن والتسويق هذا الطرح كان اساسي نحن ضلينا مد سنتين او ثلاث سنوات نعطيهم نمدهم للص... يعني بحاجتهم للصالات تبعهم من بيض المائدين طبعا باسعار اقل من سعر التموين بكثير يعني م. فيك تقولي 22% اقل من سعر التموين فعطيناهم فاعطيناهم هامش ربح انه بحيث انه يحسنوا يبيعوا هالموضوع هذا بعدين العام هذا وقفوا عن هي, هي الاشكاليات اللي كنا عم نحكي عليها استاذ باسم انه يجب ان يكون هناك تعاون المؤسسات وتنسيق المؤسسات حقيقي بين جميع المؤسسات يعني للوصول المؤسسات الى الغايه <applause> الاساسيه واللي هي يعني الارتقاء بحاله المواطن الماديه لوضع مادي اريح نحن دورنا دور انتاجي يعني بالاساس يعني لستم مسؤولين عن عن التسويق ولكن مثل ما حضرتك تفضلت يعني بختام حديثنا بالنسبه لوضع الدواجن قطاع الدواجن في سوريا هو قطاع قابل يعني لاعاده الاقلاع وللاستشفاء بسرعه بشكل سريع بشكل يعني سريع. في اشهر غير متوقع ممكن خلال عام واحد تأمين الظروف الملائمة تأمين الظروف الملائمة للعملية الانتاجية مباشرة بتعافى القطاع كله ما ننسى انه 60% من العاملين بالقطاع الزراعة بالقطر العربي السوري يعمل في قطاع الدواجن طبعا قطاع الدواجن ما بس شغل التربيه وانتاج فروي او شيء شغله قطاع الدواجن من معمل علف لبائع الصندويش لبائع الشاورما لمعمل المرتديلا معمل تجفيف البيض هلا كمان طارحين لتجفيف البيض هي تشجيع الصناعات الرديفه بقطاع الدواجن مثلا؟ صناعة الرديفة بتجفيف بال الدواجن تعليب الدواجن عن معامل المرتديلا تجفيف مخلفات الدواجن لإعادة استخدامها مرة ثانية يا إما بالتغذية أو ممكن الدواجين. استخدامها بالتغذية طبعا منتج حيواني بيستخدم بيكون نقي ومعقم بيستخدم للتغذية ومخلفات ثانية بتستخدم في عمليات تسميد الأراضي الزراعية م. للاسمده لا لا كمان في المعامل لانتاج لتجفيف البيض تجفيف البيض باعاده استخدامه طبعا كل دول العالم موجودة على بال يستخدم كعلف حيواني بال... ايضا البيض ممكن استخدامه بالعلف ممكن استخدامه كعلف ممكن استخدامه بالتغذيه بالمواد بالتركيبات الدوائيه ايضا بالمواد الطبيه بالغذائيه الحلويات كله مم. بيستخدم صحيح. عباره عن بودره بيض مجفف استاذ باسم بالنسبه لمنافذ البيع يعني اليس هناك اي مستقبل بالنسبه لفتح منافذ اخرى يعني في طرح هيك شيء كون المواطنين عم يطالبوا عندهم ثقه بمنافسكم وعم يكون التواصل معكم اسهل من حيث الثقه بالمنتج وايضا من حيث السعر هلا منافذ البيع صار يعني المو... منفذين في اللاذقيه وضغط الاعداد الكبيره صعب مثل يعني... ما قلت لك في منافذ لمؤسسات ثانيه كثيره نحن جاهزين نمول لنا منافذ تماما يعني يجب ان تكون التعاون يجب ان يكون طبعاً. مع هذه المؤسسات طبعا هدول المن... المؤسسات الثانيه الاستهلاكيه والخزن والتسويق منتشره من على ال... كافه المحافظه يعني ما صحيح. بالمحافظه بشكل كامل ونحن مستعدين على الطلب طبعاً طبعاً. بالنسبة للمنافذ المباشرة مكتفين حالياً حالياً في تفكير أنه تفكير نفتح بصالة بيع في جبلين مدينة م. جبلين ان شاء الله ان شاء الله بتيسر معنا اكيد نتمنى لكم الافضل لكل قطاعات الانتاج في الدوله اكيد مثمن جهودكم نحن بنعرف قد في معاناه وفي ضغط على قطاعات الدوله ودائما عم تكون يعني وضع الاسعار بالحاله خلينا نقول الحد الادنى من هامش الربح عم يكون هو الاولويه وخاصه بالنسبه للمواد الغذائيه والرئيسيه وان شاء الله اكيد مثل ما حضرتك تفضلت بيتم اقلاع سريع لهذا القطاع مرحلة الاستعفاء استعاده العافيه الجديده ان شاء الله لقطاعات الدوله جميعا باذن الله ونصر جيشنا إن, ان شاء الله ان شاء الله بيتعافى البلد كله ونحن ان بنكون اول العالم ان شاء الله شكرا لوجودك يعني معنا استاذ باسم حسن مدير عام منشاه الدواجن اللاذقيه اكيد عبر اطلالتك من خلال شاشتنا وقريت وبرنامجنا خدمة شكرا لكم كثير شكرا موصول اكيد لكم مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه ولتواصلكم معنا بنتمنى اكيد نشوفكم دائما بخير نترككم بامان الله الى لقاء قريب